أخبار سهيل بالمختصر، مرحبا بكم. النفط والدماء شريان إيراني لصناعة الخراب والإرهاب في اليمن، حيث أكدت منظمة استعادة في تقرير لها مدعم بالوثائق والمعلومات أن ستار بلاس وبلاك دايموند شركتان يملكها ناطق الحوثيين محمد عبد السلام فليتا، إلى جانب 30 شركة حوثية تستخدم كواجهة لاستيراد النفط الإيراني التابع للحرس الثوري. وكشفت استعادة تورط بنوك اليمن والكويت وكاك بنك وبنك اليمن الدولي في غسيل الأموال وتسهيل تدفق النفط الإيراني لتمويل حرب ميليشيا الحوثي ضد اليمنيين. تعز والحديدة، اتساع رقعة جغرافيا الحرية وتضييق الخناق على ميليشيا إيران، حيث تنفست مناطق جديدة في محافظتي الحديدة وتعز عبق الحرية على وقع تحرير القوات المشتركة اليوم الاثنين، عزلة البراشة بمديرية مقبنة غربي تعز ووادي المرير في مديرية جبل راس جنوبي الحديدة، بعد يوم من السيطرة على جبال محور العيد والمغارب واستكمال تحرير مديرية حيس والتغلغل في مديرية الجراح وسط ترحيب شعبي بالانتصارات وحالة من الرعب والهزائم المتتالية تعيشها ميليشيا إيران الحوثية. في صورة تختزل مآسي شعوب تتجرع مرارة إرهاب إيران وعدوان أذرعها الميليشاوية الطائفية، دفن يمني وسوري وعراقي ماتوا عند الحدود البيلاروسية البولندية في ظروف قاسية أثناء محاولاتهم للعبور نحو أوروبا. رجال من الأقلية المسلمة البولندية دفنوا الشاب اليمني مصطفى مرشد الريمي في مقبرة للمسلمين بعد الصلاة عليه، ليتوسد التراب إلى جانب رفيقيه السوري والعراقي في مشهد أثار الكثير من الحزن والألم والأسى لدى النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي. نهاية المختصر، في أمان الله.